السلام عليكم. قول لي يا حاج، انت كل يوم حضرتك بتنظف الكوبري هنا بعد حظر التجوال؟ لا قبل الحظر، يعني احنا بنبدا الساعه 11 بالليل. الساعه 11 تمام، بننزل الشارع الساعه 11، بنشتغل الساعه 7 الصبح، بناخد مسار يعني مثلا كوبري قصر النيل بالتحرير زي ما يوجهني الاستاذ المشرف. تمام. ومرتب حضرتك كم اخر الشهر؟ مرتب حضرتي الاساسي 420. تمام. وبالحوافز والبدلات؟ الحوافز والبدلات بتم ايه بتاع 700 جنيه او 750 جنيه. وحضرتك عارف تعيش بال 750 جنيه دول؟ والله يعني طبعا يعني صعب، النفر عايش بالصعوبه يعني. انت حضرتك متجوز وعندك اولاد؟ متجوز وعندي خمس. عندك خمس عيال؟ ربنا يديك الصحه. الله يبارك لك. وكلهم في التعليم والمدارس طبعا؟ لا مفيش تعليم، بنتين اتجوزوا ومعايا ثلاثه منهم، اتنين في التعليم وواحد كده خارج التعليم. بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ لا بيشتغل، بيجيب له جزء يعني كده جنبنا. تمام. انت نفسك مرتبك من ال 750 جنيه يزيد يبقى كام؟ والله العظيم ما عارفين نعيش، بس ادي احنا بنشوف، احنا بنتخانق مع يعني مع الدنيا كده وكده وسلكن. ربك هو اللي بيمشي، بس اقسم بالله ان احنا ماشيين بما يرضي الله. انت جيت اهو، بص ادي اللي مكنوس وادي اللي مكنسي، صور ادي اللي مكنسي، بص يا باشا ادي اللي مكنسي وادي اللي مكنس. تمام بالك. وطبعا احنا بنقول للشهاده برضو المسؤولين انهم يحاولوا يزودوا المرتب. والله العظيم يعني احنا بشغالين ومش عارفين احنا ماشيين على فين، يعني مش عارفين نعيش حقيقي يعني بالمرتب ده. قول لي حضرتك اخر مره اكلت فيها لحمه كان امتى؟ احنا اللحمه بناكلها يعني كل خميس، كل 15 يوم بالنسبه لنا، كل 15 يوم. كل 15 يوم؟ كل 15 يوم. تمام. وساعات يعني ان احنا مثلا ايه نقول بدل ما نجيب اللحمه غاليه نجيب الفراخ او الحاجه اللي يعني على قد عيشتنا يعني، حسب خميس كده وخميس كده على قد عيشتي يعني. قول لي حضرتك مبسوط بحظر التجوال اللي احنا فيه ده؟ لا مش مبسوط، بس احنا دلوقتي احنا عايزين الدنيا تتعدل والمرتبات تترفع. يعني دلوقتي المرتب اللي زي ما انا قلت لك عليه ده يعني ما يعني تيجي ازاي يعني ما يعيش. ما انا عن نفسي يعني انت عن نفسك ما يعيشكش يعني، انا بقول لك حاجه دي ما فيهاش كده ولا يعيش اي حد يعني. يعني انت اقصد لما كنت حضرتك بتشوف شغلك وبيبقى في ناس حواليك، الناس دي مثلا كان ممكن يعني بتدفع زي اكراميه كده لحضرتك؟ الله ينور عليك. يعني لو واحد بياكل بتاع ورقتين منه بتاع زي ما انت واخد بالك دي بتنفع بتمشي بقى. تمام. تيجي اخر النهار بتلاقي معاك مواصلاتك بتاع بتمشي، لكن كده ماشي يعني. هنقول هنقعد في البيت يعني؟ مفيش قاعده في البيت، احنا بنقول يلا ده احنا بنحارب في الزمن والزمن بيحارب فينا. ماشي. نفسك حظر التجوال ده يخلص؟ طبعا. اتخنقت خلاص؟ لا يعني كل حاجه لها حدود برضو. نفس الدوله بقى تتعدل كده والناس المسؤولين يبصوا للناس البساطاء اللي زينا دي. يعني احنا مش عايزين يعني مش عايزين ننهب، احنا عايزين حاجه على قد زي عرقنا عايزينه، بس هو ده اللي احنا عايزينه. لا لكن يعني المرتب ضعيف. تمام يا حاج، الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا.